السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا، موجز لأهم الأنباء من قناة التناصح، أهلا بكم. استغربت إدارة قناة التناصح الفضائية الزج باسمها فيما أورده تقرير لما يعرف بالمركز الليبي لحرية الصحافة من إخلالات مهنية، قال إنها موجهة لضرب السلم الاجتماعي ومسخرة للتحريض على العنف والانتقام. إدارة قناة التناصح نفت بشدة ما أورده التقرير من معلومات مغلوطة، الهدف منها توجيه الرأي العام وتغيب عنها المصداقية والمهنية. وصدرت عن مركز بحثي متعاون مع جهات محلية وأجنبية لا يعرف من يقف وراءها ولا تعلم مصادر تمويلها. وأدانت الإدارة سياسة الكيل بمكيالين، حيث لم يقم المركز برصد الانتهاكات التي صدرت بحق صحفيي وموظفي القناة، ولم يستنكر التهديدات والتحريض ضد القناة التي تصدر عن قنوات تلفزيونية معادية. ميدانيا، شهد محيط منطقة تمنهند هدوءا حذرا صباح الاثنين بعد قصف من طيران ميليشيات ما يعرف بالكرامة على القاعدة الجوية الأحد. الناطق باسم الكتيبة 201 بتمنهند في تصريح صحفي قال إن طيران ميليشيات الكرامة استهدف الأحد سيارة إسعاف في الطريق الرابط بين منطقة تمنهند والجفرة، نتج عنه إصابة شخصين، مشيرا إلى أن القصف تسبب في خسائر مادية للمباني داخل القاعدة دون حدوث أي خسائر بشرية. أصدر مجرم الحرب خليفة حفتر عدة قرارات تضمنت تعيين آمر للمنطقة الجنوبية إضافة إلى تعيين مدير لهيئة القضاء والسيطرة. وبحسب القرارات فإن المدعو خليفة الطاهر خليفة ميلاد تم تعيينه آمرا للمنطقة الجنوبية، بينما تم تعيين المدعو عون إبراهيم سالم رئيسا لهيئة القضاء والسيطرة. هذا وتضمنت هذه القرارات إنشاء غرفة عمليات جوية تابعة لميليشيات الكرامة في قاعدة بنين الجوية، على أن تلحقها غرف فرعية في كل من الجبل الأخضر والمناطق الوسطى والغربية والجنوبية، وتكليف آمرين لكل منها. دعا مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج لإنهاء الاتجار بالبشر، مؤكدا على ضرورة أن يواجه الجنات العدالة حسب قوله. كوبلر في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حث فايز السراج على ضرورة إيقاف الهجرة عبر الأراضي الليبية، مؤكدا أن الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية. أخيرا مشاهدينا، في هذا الموجز استنكر المجلس البلدي ومجلس مشايخ وأعيان ترهونة ومؤسسات المجتمع المدني مشروع القرار المسرب على صفحات التواصل بشأن تعيين المجلس الرئاسي المقترح سفراء ينسبون أنفسهم لمدينة ترهونة. حسب البيان البلدي في بيانه أوضح أن ترهونة بكافة مكوناتها لم ترشح أي شخص من هذه الشخصيات الواردة بالقائمة لهذه المناصب، متهما نائب الرئيس الرئاسي المقترح أحمد معتيق بتسمية بعض هذه الشخصيات لأغراض شخصية كما جاء في البيان. إلى هنا نكون قد وصلنا إياكم مشاهدينا إلى تمام ختام هذا الموجز، تفاصيل أوفى على رأس الساعة، دمتم في أمان الله.